السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني أخواتي بالله، أحبابي بالله، موضوع هذه الحلقة عن كذب النصارى بأن سيدنا عيسى بن مريم كان يمشي على الماء. يعني تسمع عنهم بحطوا خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، بقول لك سيدنا عيسى بن مريم كان يمشي على الماء، وهاي لم تحصل إخواني بالله لأي إنسان. وبدي أجيب دلائل إبراهيم من كتاب الله أبين أنه كذب النصارى على الدعاء هذا. بنيجي مثلا على سورة الكهف من آية 65 لآية 71، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال: أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. أحبابي في الله، يعني بدي أجيب أضرب أمثلة عن أشخاص مذكورين في كتاب الله الحكيم، والله أعطاهم علم من لدنه، يعني سيدنا الخضر عليه السلام. بقول له: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه، الله سبحانه وتعالى آتاه رحمة من عند الله، علمه الله سبحانه وتعالى من لدنه علما. يعني هذا العبد اللي إيش راح سيدنا موسى يتعلم منه. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع مع صبرا. ليش؟ لأنه في علم غيبي الله سبحانه وتعالى أعطانا الخضر، خصه بسيدنا الخضر عليه السلام، وبقول له: إنك لن تستطيع مع صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ يعني مش رايح إيش تصبر على شيء أنت ما بتعرف عنه إشي، ويمكن يكون مخالف لما إيش معترف فيه أو العرف أو إيش يتعارف عليه الناس. قال سيدنا موسى عليه السلام: قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال سيدنا الخضر: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. يعني أنت شوف وما تسألني ليش، حتى بس أنتهي أنا بحكي لك إيش وبخبرك ليش عملت هيك. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال: أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. يعني هسع سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا الخضر اللي طلعوا في السفينة ما مشوا على الماء، كيف سيدنا عيسى بن مريم مشى على الماء؟ أي واحدة يعني أخذوا واسطة لما طلعوا بالسفينة من الانتقال من مكان إلى آخر. طيب نيجي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، حبيب الله وخاتم النبيين، في سورة التوبة آية 40، قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجوا الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. يعني هسه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين ورسول الله وأحب خلق الله على الله، يعني أعطى خاتم الرسالة للبشرية ورحمة للعالمين وإنك لعلى خلق عظيم،
لما هاجر من مكة للمدينة ما مشى إيش يعني بسرعة الريح، وصل أخذ مدة طويلة حتى وصل لغات. فبنطلع إحنا على هاي الآيات بنورجيكوا إنه إيش كيف مشى الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني عقلنا لازم نستوعب إنه الله سبحانه وتعالى هاي المعجزات الخرافية، الناس بقول لك صاحب الخطوة بتلاقي قاعد مثلا في مصر بغمضة عين صار في مكة حج في موسم الحج، والناس بيصدقوا هالكلام هذا، بيصدقوا الخرافات من أهل الصوفية أو الناس اللي بدعوا إنه والله أصحاب الخطوة، لا في خطوة ولا في ما يحزنون. سيدنا محمد أحب خلق الله هاجر من مكة للمدينة، أخذت المدة أيام وأيام. بده يجي واحد يقول لك صاحب خطوة أو واحد مشى على الماء، كل هاي عمي خرافات وما إلى دلائل. وكمان دليل من القرآن الكريم بسورة البقرة آية 50 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. الله سبحانه وتعالى أعطى سيدنا موسى معجزات، منها من المعجزات شق البحر. طيب ليش ما سيدنا موسى عليه السلام مشى على البحر وهو بني إسرائيل؟ ما هي أسهل من شق البحر. مزبوط الكلام إخواني وأحباب بالله؟ مشان نفهم إنه إحنا عمي كبشر الله سبحانه وتعالى وكدين خصوصا الدين الإسلامي الرسالة المحمدية القرآن الكريم كل هذا ما في إعجاز ومعجزات. المعجزة الكبرى هي القرآن الكريم، أكبر من كل معجزات الكون. والله سبحانه وتعالى لم يذكر عن عيسى بن مريم عليه السلام في الكتاب أنه مشى على الماء، ذكر أنه يحيي الموتى بإذن الله، وذكر أنه إيش بيشفي الأكمه ولا إيش والأبرص بإذن الله، وذكر أنه إيش بجيب الطين وبخليك هيئة الطير وبنفخ فيه بإذن الله وبصير طير، وذكر أنه يعلم ما في أنفس الناس وما في بيوتهم. ما ذكر أنه سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام مشى في الماء، ولا ذكر واحد من الأنبياء والمرسلين أنه مشى في الماء. يعني سيدنا نوح عليه السلام الله سبحانه وتعالى مش قادر يخلي سيدنا نوح وجماعته اللي آمنوا معه ذريته والحيوانات اللي طال من كل حيوان زوجان وطيور كان خلاها فوق المية تمشي، بس الله سبحانه وتعالى بحط سبب ومسببات. فإحنا ما بدنا نكون من القوم الجاهلين أو اللي إيش ماشي على الخرافات وعلى إيش الروايات ألف ليلة وليلة ومصباح علاء الدين، نصدق ونآمن إنه في ناس بيمشوا على المي وناس دول خطوة، كل هذا دجل بدجل. عسى أني بينت لكم ووضحت لكم إنه لازم إحنا نرجع للعقل، نرجع للقرآن، لأن القرآن بين لنا كل مشاكل الحياة حلها في القرآن الكريم، إن كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو بيئية، من جميع المشاكل حلها في كتاب الله سبحانه وتعالى. بس مش حل خرافي، مش حل بالتمني والأمنيات، لا، في مشكلة في لها حل. أنا بدي أشرب مية، بدي أمشي من هون لمكان المية مشان أشرب المية. أنا مشان أزرع الأرض بدي أحفرها وأحرثها وأحط البذار فيها، ثم أستنى فرج الله سبحانه وتعالى ينزل الغيث من السماء، أو إني أنا بسقيها بالماء من عندي، في عندي بئر أو نهر جاري أو وسط الأنابيب الحنفيات وغيره وغيراته. وبعدين بطلع الثمر، مثلا إذا زرعت قمح بطلع السنابل وبعدين بيبسوا، بعدين أنا بحصدهم. يعني في خطوات الواحد بده يأخذها بالعقل، أما الخرافات هاي اصحوا إخواني منها، اصحوا منها، لا تصدقوا كل ما تسمعوه. ومن كذب النصارى على سيدنا عيسى بن مريم أنه مشى على الماء،
ومن كذب الصوفية أنه بقول لك إيش صاحب الخطوة. لا في صاحب خطوة ولا في إيش ناس بتجر على الماء. بكرة بقول لك في واحد بطير في السماء. ما في. يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما عرج إلى السماء هاي معجزة كبرى لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وطلع بواسطة إيش سيدنا جبريل والبراق وإرادة الله سبحانه وتعالى. يعني ما صار الرسول عليه الصلاة والسلام لحاله اخترق السماوات، لا، معجزات ومثبتة في كتاب الله. فإحنا إخوانا خلينا نرجع للعقل الإسلامي، العقل الإيماني، العقل القرآني. والله والله رايح الله سبحانه وتعالى يرجع العز والكرامة لنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. استغفر الله العظيم الذي لا إله القيوم أتوب إليه، ولكم من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.